صباح الخير، الرزق والبركة للجميع. يا رب نهاركم مليان سعادة، طاقة إيجابية وأمل بيحمله للجميع. ويسعد لي صباحك يا رب. صباحك يا رب نور، وصباح الخير لكل مشاهدينا. إن شاء الله يا رب هيك الأمل بيكون مرافق أيامكم ويكون يومكم رايق وحلو. يعني لسبب من الأسباب دائما بيرتبط عنا مفهوم النهاية بالمشاعر والأفكار السلبية، بس بالواقع أيام بعض النهايات ممكن تكون سعيدة فعلا. يعني ممكن تكون نهاية مرض، نهاية حزن، أو حتى نهاية قلق. نور، الموضوع ممكن يكون فعلا شاغل بالنا وشاغل تفكيرنا، أو حتى ببعض الأحيان ممكن يكون موقف لنا حياتنا لوقت كثير طويل. تماما، ويمكن فعلا النهايات الحزينة عند بعض الناس بتتحدد ببعض الأمور، ممكن نهاية علاقة عاطفية، نهاية صداقة، بس كمان أحيانا هي النهايات بتفتح عيونك على حياة جديدة وأشخاص وناس جدد قادرين يغيروا مفهومك عن الحياة ويخلوها أجمل. صحيح، يعني ودائما جمال الكيد البدايات ما بيجي الا بعد النهايه. وبما انه هيك جبنا سيره جمال البدايات، فصار وقت اكيد لنبدا معكم حلقتنا بمواضيعها وفقراتها رح نتعرف عليهم سوا بهالعناوين. في اليوم الدولي للطفله، كيف نستطيع تاسيس فتيات مستقلات؟ لمسات بسيطة رح تساعدك في إبراز أناقتك خلال فصل الخريف. دار الأسد للثقافة والفنون تستضيف العرض المسرحي الراقص إيف. ضمن الفقرة الطبية رح نحكي عن التدخلات الدوائية، أنواعها، مخاطرها وكيفية تجنبها. رائدة بمحطة الفضاء الدولية ترد على أسئلة الأطفال برفقة باربي، وغير العديد من الأخبار المنوعة. يعني مثل ما شفنا اكيد فقراتنا وتقاريرنا لليوم كثير منوعه وكمان من كل انحاء العالم، واليوم لنشوف الاكله اللي جايت لنا اياها الشيف من وين؟ من اي بلد؟ من اي هيك ثقافه؟ لنشوف. صباح الخير شيف. يا صباح النور. يسعد صباحك يا شيف. يعني شو محضرتينا طبق اليوم؟ انت بالف خير. وانت بالف خير يا رب. اليوم بدنا نعمل بصراحه من اي مطبخ، من مطبخ امي، يعني في اكلتين بتعملهم رح اعملكم اياهم. معكرونه بجبنه، بس بتعملها بطريقه كثير طيبه. يعني اليوم ما رح تسافرينا على ايطاليا؟ ايه، يعني بتقلبيها قلب مثل قالب الكيك وكثير طيبه ولذيذه. هي معكرونه بجبنه، يعني احنا متعودين عليها انه بنعملها بالطنجره، بس هي هيك بتجي مثل كيف تعمل المقلوبه؟ نفس الشيء بس بالباستا، تطلع لذيذه. وفي جنبها هيك حنعمل استكات للباستا، يعني هي ممكن بنوته عندكم على عشاء، ممكن تكون هيك طبق جانبي، فكره كثير لذيذه. بتمنى مستات البيوت اذا هلا لا تطفوا التلفزيون مشان تشوفوا الطريقه كثير لذيذه. خليهم يجربوها هيك، يجربوا اكله جديده. اكيد اكيد رح ننضم لك يا شيف لنعرف المقادير وطريقه التحضير بعد شوي. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك شيف. يعني قد ما هيك طلعت اغاني جديده يا نور ومطربين اكيد جداد، بيضل بيكون في هذا الحنين للفن القديم، لزمن الطرب والاغاني الحنونه اللي فعلا بتحمل ريحه الماضي بكل تفاصيله. وقد ايه حلو لما نتصبح بهالاصوات والمشاعر اللي بتحملها لحتى هيك نبدا نهارنا معكم بكل رواق. تماما يا رنا، وكل فنان اكيد من فنانين الصباح والرواء بيمتلك لون غنائي بيميزه، ولكن في فنانين لما نسمعهم فعلا بذكرونا بالجبال، بالاراضي الخضراء، بهدوء الطبيعه. ومنهم الفنان وديع الصافي يلي غنى مواويل خلت صباحنا وصباحاتنا تشبه جمال الطبيعه وكل شيء حلو فيها. واليوم بذكرى وفاته عم نشتاق لهي الخصوصيه الموجوده بصوته ونفتقدها. لنمرق سوا على ابرز محطات حياته، خلونا نتابع سوا هالتقرير. يسعد صباحكم عن جديد. صار وقت نبدا معكم اولى فقراتنا. اكيد تاسيس انثى من سن صغير، سواء كانت طفله او حتى مراهقه، على القوه والاستقلال هو امر مانه سهل، وخاصه انه بيتطلب اعطاء الشجاعه لمواجهه التحديات اللي بيفرضها المجتمع عليها، ان كان من الزواج المبكر للاهمال الصحي وحتى حرمان التعليم او حتى حريه الاختيار وغيرها الكثير من المشاكل. تماما يا رنا، وبحكم انه البنت بمجتمعاتنا من اول ما بتولد بتكون محاطه
بعدد لا يحصى من المخاوف يلي بتتربى عليها وبتتراكم جواتها لا تخلق منها صبية بشخصية ضعيفة مستسلمة. وبما أنه اليوم بيصادف اليوم الدولي للطفلة رح نحكي كيف منقدر نأسس فتيات مستقلات عندهم القدرة أنهم يواجهوا كل الصعوبات ويدافعوا عن أحلامهم وحقهم بالحياة. كل هاي التفاصيل رح نحكيها مع ضيفتنا المحامية هيفرة فواز الخوجة. يسعد صباحك. صباح. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك معنا هيفرون. يعني فكرة اليوم الفقرة عن جد كثير حلوة وكثير هيك مشجعة نحكي عن كثير نقاط فيها، ولكن بالبداية خلينا نحكي أكثر على اليوم الدولي للطفلة، هاليوم اللي يمكن عم يتم التوعية فيه أكثر لهي النقاط ولهي الأفكار، احكي لنا أكثر عن هذا النهار. بال 2011 مثل اليوم تم اقتراح اليوم العالمي للطفلة. اليوم العالمي للطفلة كان هو هدفه الأساسي هو التحفيز للمساواة للمرأة بشكل عام، مو بس للطفلة، وحقها بالتعليم والتغذية والزواج الطبيعي باختياره وضد الزواج المبكر والدراسة وكل هذا. فكان اليوم العالمي للطفلة هو اليوم من 2011 لهلا نحتفل فيه. أنا برأيي أنه يعني هذا اليوم هو ممكن نحن نتذكر فيه، بس هو لازم يكون عندنا نحن هذا الشيء يومي ومستمر، مو بس بهذا اليوم يعني من السنة. هذا اليوم ممكن نحن نذكر فيه أو ننكش فيه أي حدا مثلا عنده مشكلة، يعني كيف نحن مثلا نحفزهم. صار عندنا كثير وسائل يعني للتحفيز لأي بنت، يعني ممكن هلا يكون في حدا صاير معه مشكله، انت مثلا حطيتي شيء محفز بوست يحس انه لازم هو مثلا يقوم يعبر عن حاله، فهي اهميته لهذا اليوم برايي. بس اما الشغلات الثانيه هي لازم تكون كل يوم يعني مستمرة على طول. اكيد تماما. قد ايه في مجتمعات متخلفه لسه لهلا بتقمع المراه والبنت وبتمنعها من حريتها بانها ممكن تتعلم، بما انه تحكي تقوم توقف تعمل اي شيء، وفي بالمقابل كمان مجتمعات لا هنن عم يعطوا بنتهم حقها بانها تقوم وتواجه تتعلم تعطي رايها تكون حدا فعال بالمجتمع. شو ابرز التحديات اللي ممكن بتواجه اي طفله او اي مراهقه او اي سيده بهذا الوقت بالمجتمع، ان كان بالشيء السلبي او حتى بالايجابي، شو التحديات اللي عم تمرق؟ هلا انا بشوف اول شيء الاهل لازم يفرقوا كثير منيح بين طفلتهم ومراهقتهم، لانه هو في فرق شاسع بين يعني البنت وقت تكون طفله حاجياتها بتختلف تماما عن وقت تكون مراهقه. مو منطقي انه هن وقت تبلش تصير مراهقه يعاملوها كطفله، فهن هون عم يزيدوا للخوف يلي هن اصلا مربينا عليه طالما هن هيك مخهم. لانه نحن عندنا من نحن وصغار كبنات مثلا بالمدرسه انه انت بنت عيب صوتك يطلع مثلا، انت بنت نربى على كلمه عيب تماما، ومقطره باطار يعني نحن كلياتنا بنعرفه، يعني انه مثلا انت بنت هلا بدك تدرس لازم يكون صوتك واطي كثير، يعني ما يحكي لانه البنت صوتها ما بيصير يكون عالي. البنت مثلا اذا حدا تهجم عليكي مثلا روحي اشكي حدا. انا مع انه هي تاخذ حقها مثلا قدرة انه ترد، ما ضروري انه مثلا اذا حدا اعتدى عليها مثلا اي حدا مثلا بالاطفال بتصير معهم بالمدرسه، انه مثلا واحد ضرب رفيقته ما ضروري هي تضربه، بس يكون عندها القدره على الاقل انه هي تدفشه تدافع عن نفسها. صح. تعبر عن حالها. في كثير بنات مثلا اذا قالوا لاهلهم اهلهم ما بيعملوا شيء، او هن بيخافوا اكثر من بيخافوا من المجتمع والمحيط والبيئه، وبالوقت وقت تصير كمان مراهقه كل هذا الخوف وقت كانت طفله هو انتقل معها وتضاعف لانه هي اصلا صار عندها حاجات وتغيرات فيزيولوجيه غير كل هي المرحله الصعبه هي كمان هي عم تواجهها بخوف. مرحله المراهقه اصلا هي صعبه وهي ما لها مستوعبه حالها، يعني مثلا هي صغيره ولا كبيره ولا شو عم يصير معها، ف يعني بتحسي انه عم تتضخم مخاوفها. فهون اول شغله لازم يعطوها، يعني انا برايي هو البيت هو الاساس، بعدين المدرسه، هي الثقه لازم تكون كثير مثلا يعطوها ثقه بحالها، انت مثلا قدرانه انك تدافع عن حالك، انت اذا صار معك مشكله فيك تقولي لي اياها، اذا انت ما قدرتي تحكي لي، يعني الثقه والامان انه انا فيني اقول كل شيء. انا برايي الثقه هي بتولد عند البنت او حتى عند الصبي، عند اي طفل، انه ما يكذب طالما انا فيني روح اقول المشكله اللي صارت معي من دون رد فعل عنيف ان كان من المجتمع ولا من الاسره،
فانا عندي ثقه انه انا اكمل. تمام. هي دائما بس يكونوا يمكن الاهل هن خط الدفاع الاول طبعاً. للطفل طبعاً. هلا الاهل بالنتيجه اكيد بيحبوا اولادهم كثير اكيد التربيه هي شيء كثير صعب، ما انه موضوع كثير سهل، يمكن احنا بنحكي ولكن هو على ارض الواقع في صعوبات بتواجه الاهل، في صعوبات حتى بهالوقت اكيد يعني صعبه، يعني صار في انفتاح على كل شيء، الاهل قد ما حاولوا يمكن ما يخلوا ابنهم او بنتهم حتى انه هن يدخلوا بكل شيء على بكير، ولكن هن في شغلات عم ينجبروا عليها بالنتيجه. خلينا شوي نجي للواقع على التطبيقات العمليه اليوم نحن قانونيا، خلينا نقول هل القانون هو فعلا ايضا بيعطي الانثى او الطفله، خلينا نقول ان هي صغيره لوقت ما تكبر المراه بشكل عام عاطيه حقوقها، عاطيه هي القوه؟ نحن اليوم نعرف انه في بعض القوانين هي لساتها غير منصفه ايضا للمراه، وهي بالنتيجه حاططها بموقف ضعف، ما عم تعطيها هي القوه. قديش اليوم القانون ممكن ايضا يساعد البنت بهي القصة؟ انا بشوف انه صح في عندنا قوانين غير منصفه، بس هي كمان عندنا قوانين كثير نصفت المرأة. المشكلة مو بالقانون ولا بتطبيق هذا القانون، المشكلة لو توصل هي طالب بحقها انه يطبق هالقانون يلي هي بدها اياه، حتى بثقافتنا القانونية تماماً. هي تعرف انه هي بتقدر تاخذ حقها تماما. يعني نحن اول شيء الثقافة القانونية بشكل عام، اذا الواحد هو ماله قانوني، ماله شخص قانوني، فمعدومة. يعني عندنا ثقافة قانونية معدومة، يعني نحن فانه اي حدا عنده مشكله هو بيجي بيسالك وبياخذ جوابها، بس اما هي ما بتعرف حقوقها، يعني ما بتعرف اذا صار معها هذا الشيء هي شو ممكن تساوي. يعني مثلا باسخف مشكله ممكن تصير مع اي بنت باي مجتمع، مثلا هي التحرش، هو اول شيء بيصير معها انه هي بتموت من الرعبه، انه انا هلا بدي فوت على، يعني عفوا على الكلمه، اتبهدل بالمخافر وبعدين بالقصر العدلي والناس حيلوموها لها. تماما. ايه فهي هون وقت المراه تكون عم دافع عن حقها بالقانون، القانون حياخذ لحقها، بس بدك اياها توصل هي لا للدافع عن حقها هي حتخاف. صح. يعني نحن مشكلتنا الاساسيه بالخوف يلي نحن مثل ما قلنا قبل شوي متربيين عليه من نحن وصغار. يعني في يعني صراحه مجتمعنا اغلب العائلات يعني هن يعني بحسوا هذا الشيء عار، يعني اذا لا وبيهتم بالحديث فيه او الاشعار. صح. المشكله انه بتخافي على بناتك، يعني انت خوفتيهم. تماما. يعني هذا الخوف الزايد هو شيء سلبي كثير تجاههم للبنات. البنت بدها قوه شخصيه اكثر من الشاب كثير بكثير. تمام. يعني لازم تزرعي فيها من هي وصغيره. على القليله انا بشوف انه نحن وصغار يعني كبنات دائما الاهل بفضلوا مثلا حتى هن البنات عم يلعبوا مثلا انه لا ما تلعبي هيك، مثلا ممكن توقعي هيك، مثلا بيجيبوا لها بيبي باربي كذا، بس لعبي هدول الالعاب هدول الك، فهن اصلا حتى من هي وصغيره اضطروها انه هي هيك وبس هي بهدول القصص. يعني ليش ما عم تتعلم مثله يعني لابنهم، حتى هو معاملته بتكون تماما مختلفه أخطأ. وهن من نحن وصغار مثلا بيقولوا له للاخ انه انت قوام على اختك. تمام. او انا بشوف انه لازم يعني لا تأرجي انه هي قوامه ولا هو قوام، لازم تأرجيهم من هن وصغار انه هن نفس بعضهم. صح. اذا ما شافوا حالهم نفس بعضهم هي المشكله استمرت لاولادهم واولادهم واولادهم. صحيح. صحيح. وهذا بظن يلي ممكن بعض الفجوات ضمن المجتمع يلي عم تخلق عند الصبيه خوف، عم تخلي الاهل يكون في زواج مبكر لها لحتى تقعد بالبيت تخلف بس هي للزوج لحتى تدير بالها وتربي اطفال. رح نحكي شوي عن الشغلات والاساسيات اللي لازم نكون فيه نحن كمجتمع، كيف لازم نوعي الاهالي، نوعي الناس لحتى نخلق طفله مستقله، قويه، صاحبه مبدا، عندها ثقه بنفسها، ولكن ما تتحول كمان هي الامور لشيء ثاني، تصيب ما عاد يقدروا كمان الاهل يسيطروا عليها، نحن بدنا نخلق قوه شخصيه وثقه، بس ما كمان ما تنعكس بطريقه سلبيه على نفسها وحتى على اهلها. هي الشغله لازم نوعي عليها الاهل قبل الطفله. اول شيء لانه هي بتبلش بالبيت، بعدين احنا عندنا المدرسه هي كمان العنصر الاساسي الثاني من بعد الخمس سنين من الاهل. انا بشوف المدرسه هي لها تاثير اكبر من البيت، يعني هي متربى فيها، عم تشوف فيها مجتمع ثاني، كل بنت من اطياف المجتمع تماما، كل حدا له تربايته وكل حدا له طريقته. صراحه مثلا انا قعدت ثلاث مدارس ولا مدرسه من هالثلاث مدارس فيها مرشده نفسيه
انه ما بعرف ليه كنا من فتره عم نحكي بهذا الموضوع بصباح صح. الخير عن وجود اهميه وجود المرشد النفسي بالمدارس كثير شيء مهم. للاسف هو ما انه موجود وبالحقيقه لازم يكون المدارس. بالحقيقه مو مرشد نفسي مو اسم انه موجود مو بس موجود صح. مرشد نفسي لانه مثلا مراهقات هن بفضلوا يحكوا قصصهم لحدا بعيد شوي عن عائلتهم فهي ما حتحكي لامها بهي الفتره والغلط انه تحكي للي رفيقتها بنفس عمرها لانه هي لا عندها تجربه واكيد جاي من بيئه مختلفه ما في نصيحه وممكن تضرها اكثر ما تفيدها فهي بدها احكي ما في انا يعني غيرت ثلاثه حكومي وخاص والاثنين ما كان فيهم مرشد نفسي ما كان في صح ايه ويعني صراحه يعني بالمدرسه بنعرف بس نكبر نتفاجئ شو كنا عم نشوف عليه شوي من رفقاتنا صحيح. يعني الاخطاء يلي عم نشوفها ما في حدا يوعيك عليها نحن عندنا بس انه اكتبي واحفظي وتطلعي مثلا خدي علامه منيحه وخلص ما بيهتموا ابدا بالصحه النفسيه للبنت يعني تاكيدا على كلامك هيفرو انا وجايه على الطريق كنت عم بسمع على الراديو انه هو ماني متاكده من المصطلح ولكن كانوا عم يقولوا انه هو مثل اليوم العالمي للتوعيه للصحه النفسيه انه منظمه الصحه العالميه عم بتقول انه في بالعالم مليار شخص هم بيعانوا من مشاكل نفسيه مختلفه ولكن اليوم هي الصحة النفسية للأسف هي آخر اهتمامات الناس بيهتموا أكثر بالأوبئة وبالأمراض والغذاء فهي كمان والغذاء أكيد فهن أكيد مهم كثير نسلط الضوء على هذا الموضوع وفعلا لحتى نقدر نربي فتاة مستقلة تقدر تكون حدا هو عم يسعى ليطور حاله ليطور شغله ليطور دراسته مو بس مثل ما قالت نور أكيد الأنثى هي ما أنا بس زوجة وأم وربيت مع أنه أنا بحترم البنت اللي هي حلمها هذا بس يكون حلمها إلها مو حدا دافشة على هذا الحلم انه انت هذا اطارك هي بجوز حلمة تكون ام يعني هي اسمى الاشياء بالحياة بس يكون هذا هي هدفها لحالها هذا يكون مكمل يعني لحياتها مستقبل بجوز هي هذا اللي بتحبه بس هي هذا خيارها يعني بالنهاية مو حدا تاني جابر عليه تمام. يعني حتى نحن عنا التلفزيون مقطرنا هوليوود مقطرة البنت والنساء بشكل طبعا. معين انه هي مثلا لازم تكون حلوة وشقرة وبنفس الوقت اغلبهم اغبياء مثلا الجميلات اما مثلا اللي بتحط نظارات وهيك ضابه شعرها ما كثير مثلا هي تشكل عنصر جذب للجنس الاخر فهي اضطرت كمان هذا الشكل صحيح فما بعرف اذا شفتوا دعايه طلعت من فتره اسمها ران لايك جيرل تماما يعني بيقولون للمراهقات والصبيان انه اركضي مثل البنات فهن ببلشوا يتمايعوا بركضوا هيك بطريقه انه ايه انه هي بتركض هيك بس يعني على الاطفال يلي لسه هن ما يعني ما مبخ براسهم هذا الشيء ركضوا بشكل طبيعي انه خلص هي بتركض مثل يعني الصبي مثل مثل الصبي فيعني نحن كل شيء هذا اضطرنا بهذا الوقت لازم نطلع منه صحيح شكرا كثير لك فرونا وجودك معنا يعني معلومات الحلوه يلي اعطيناها للمشاهدين وان شاء الله يكون بعض الاشخاص استفادوا فعلا يحاولوا يغيروا نظرتهم ضمن التربيه وخاصه للطفله شكرا كثير لك شكرا كثير لك فرونا شرفتينا ونحن وياكم صار وقت نروح لعند الشيف ونشوف كيف رح نبدا باكل يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا معنا لبرنامج صباح الخير ومثل العاده دائما للطبخ ننطر الى حصه اساسا هو دائما كل يوم الصبح اول ما بنفي بقول شو بدنا نعمل اكل اليوم وللصراحه اول ما بتي بنتي صغيره عمرها 4 سنين اول سؤال بتسالني اول ما بتفتح عيونها ماما شو الطبخه اليوم ما انا لهيك سميتها بصراحه مكرش لانه اول ما بتفكر نفس تفكير الكبار شو بدنا نطبخ اليوم رح نروح على عالم الباستا دائما كل اسبوع او كل اسبوعين لازم نفوت بهذا العالم لانه الباستا دائما موجوده بكل البيوت و90 او 99% الناس بتحبها هلا اليوم رح اعملكم صنفين لذيذين بما انه اليوم العالمي للفتاه اليوم اخترت اكله فيها اي صبيه صغيره هيك نطعش يعني لا بضلوا طبعا كلياتنا صبايا فيها تعملها بس وقت تستخدم الفرن تستشير الماما هلا اول شيء رح اعرفكم على مقادير البنوته اللي بدها تعملهم اللي نحن بنقلها باستا ستيك هون مثل ما انتم شايفين هحتاج باستا حصرا من هذا النوع هلا انا حاسلقهم يعني ما بيمشي الحال معي غير هذا النوع وهلا حتعرفوا ليه هحتاج طبعا مثل صوص البيتزا بالطبيعه يعني هحتاج بصله مع زيت في عندي هون اوريجانو معلقه نشا معلقتين من ميه البندوره هحتاج شوي من الفطر واشقوان وهون مثل ما انتم شايفين هحتاج من العواد تبع الشيش طاووق هدول هن ممكن احتاج فليفله هلا هون انا قلت بيتزا يعني انتم فيكم تحطوا الحشوه اللي انتم بدكم اياها لنجي هلا على القسم
الباستا تبع الماما اللي هي الباستا بالجبنة أو معكرونة بالجبنة. هون مثل ما أنتم شايفين سلقت عندي أي هون نوع معكرونة، بس بصراحة أنا بس مو سباكيتي، سباكيتي ما بمشي حالة، بس هاي الكوع الناعم تبقى كتير ظريفة سلقتها وجاهزة. صار للصوص هحتاج بيضتين، زيت نباتي، هون في عندي كاسة حليب، هحتاج كبين من الزبدة، في عندي هون زيتون، سمسم محمص، ملح، فلفل، بابريكا، زيت زيتون سريع. وهون في عندي بقدونس وجبنة مثل ما أنتم شايفين. نحن متعودين الباستا العادية منجيب منسلقها منحط عليها جبنة وزيتون منخمصها مع شوية سمنة وخالصين، بس اليوم هيك رح نعملها مثل تقريبا مثل شكل التارت، لذيذة هيك ومهضومة، ممكن نعملها على عشاء إجانا ضيوف على السريع حنستفيد منها. هلا هون هجيب البيركسة، هي أهم مرحلة فيها. هلا إذا عندكم واحدة مدورة كمان بيطلع شكلها أحلى. هجيب هلا هون عندي ورقة الزبدة بتزعلكها بهذا الشكل. هلا حارجع ابتدى بديها تطرق انا شوي لهيك بعلكها. طيب هلا انا بجيب الفرشايه وادهن البيركسه من تحت بهذا الشكل. بدي كل الاطراف تكون مدهنه بالسمنه. وشوفوا تطبيقتها كثير لذيذه، يعني اليوم رضينا الام وبنتها، شو رايكم؟ خلص هلا هيك، هلا حنجيبها لهي ونحطها بهذا الشكل، وحارجع ادهنها كمان سمنه. دج على كتر ورجع تقبت، يعني انا بجعلكها مشان ترجع تمسك معي من تحت. يلا هلا نحن بدنا نشتغل فيها ونكبسها لتحت. دائما ست البيت شاطرة بهدول الشغلة، دائما بنلاقي هاي الحل. خلص هلا انا هيك، هاي اهم مرحلة بلشت لكم فيها لانه اهم مرحلة، بهذا الشكل صارت عندي جاهزة. هلا حنجيب هاي الزبدية ونبلش بالصوص اللي كتير سهل، اللي هو عندي هون كاسة حليب، هاحتاج رشة خفيفة لأنه أنا عندي جبنة شوي مالحة هلا دقتها، رشة فلفل، بابريكا أو شطة مجروشة اللي بتحبوه، هون في عندي كمية من زيت الزيتون، يعني تقريبا فيكم تقولوا ربع كاسة، وعندي هون بيضتين رح نقيمه ونفقسه. وحنحرك بهذا الشكل. طبعا انا البيض هلا بده يساعدني بقلب الفرن انه حيمسك لي الباستا فيستطلع قطعه واحده. هلا هاي الزفره حنحطها بالمجله. هلا رح اقيم هون عندي الباستا وضيفها فوقه ونحرك، بدي اياها كلها تتبلبل من هاي من هذا الخليط. هحرك، هاي حتفيدني كتير. هاستعجل قد ما فيني مشان لانه المرحلة الثانية، هارجع كمان حط شوي وهيك عندي تلوتت كلياتها بالصوص اللي انا بدي اياه. هلا رح جيبه لهي بيركسه مثل ما انتم شايفين، احط اول كميه من تحت، يعني انا بدي اعملها طبقتين، يمكن ما ضل انا معي كثير وقت، بس على السريع بدي احاول اورجيكم شو رح ساوي هون. هلا هي اول طبقه عندي تقريبا قيمه وبرقها بهذا الشكل، وانا برايي ما رح اعمل شيء بصراحه لانه ما ضل وقت وما بدي اعملها بدون ما اطبقها معكم، فيني لحق لكم اياها بعد شوي، لهيك رح ارجع بعد شوي. بكونوا فاقوا اساسا، بقولوا يا رب ما نكون بلشنا بالاكله، هيك ما بكون راح عليهم شيء وبكون خلصت بالفرن، نرجع بنعيدها ونكمل انا وياكم ونروح لعند المذيعين ليستكملوا فقرات صباح الخير. شكرا كثير يا اهلا وسهلا. شكرا يا شيف، يعني لما بيتم التعبير من خلال الفن عن اي قضيه انسانيه فالرساله اكيد بتحمل معاني اعمق وبتصير سهل انه تدخل لقلوب الجمهور، وهذا اللي
حرص عليه القائمين على العمل المسرحي إيف يلي استضافته أو استضافه مسرح دار الأسد للثقافة والفنون. تماماً، والعمل تم تقديمه من خلال لوحات راقصة حملت مجموعة رسائل لمناهضة العنف ضد المرأة والحديث عن حقوقها والصعوبات يلي عم تواجهها. زميلنا غياث منصور حضر العرض ورجع لنا بهالتقرير. ليش إيف؟ إيف لأنه هي حواء. دامي قطيع من الدراع. عم شوفوا كيف عم تطلعوا فيني كثير منيح. رديت عني. كل واحد منكم عم ياكل مني شقفة ويفل. كل واحد منكم عم ياخذ مني شقفة ويفل. واحد ورا واحد. نقدر نكتب هو سؤال أو سؤالين، نقدر نحس إنه هذا السؤال هو تماماً عم يطلع من مكنونات الفتاة. ما حدا فينا ما مرق بقصص كتير بحياته، قصص فرحته وقصص زعلته، قصص خلتنا نتوجع وخلتنا نبطل نطلع على الشمس لنبقى بالعتم يلي نحنا فيه، وقصص فتحت بوابة إلنا وخلتنا نشوف الأمل ولو حتى من بعيد. إيف عرض مسرحي ترجم هالحياة وقصصها بكل حرفية وإبداع، عرض قدر يوصل عبر وحكاية بالتعبير الجسدي وحتى بالكلام. إيف للمخرج محمد حمود شباط يلي دمج ما بين الرقص والتمثيل، والأبطال مروى الأطرش وأحمد حمادة والكتير غيرهم يلي جسدوا برقصاتهم رسائل خاصة عن المرأة، المرأة المعنفة والمجبرة والمظلومة. حاولت أني أنا أوصل شو تعلمنا، من شو اشتغلنا قبل، شو تعلمت من أساتذتي زملائي، انه نحن نحاول نوصل رسالة بجسدنا. اليوم بعتبر انه هو الجسد هو اصعب نوع بالفن لحتى توصل رسالتك فيه، لانه ما في حكي، ما في في دلالات نحن بنساويها لحتى نوصل هي الفكرة فيها. اليوم نحن عم نحكي بعرضنا عن المرأة. المرأة موضوع حساس جدا، مو كل العالم قادرة توصل معاناة المرأة. احنا حاولنا، انا بوجهة نظري المرأة هي ظالمة حالها، وهذا مبين بالعرض. يوم اللي هي بكون عندها ثقافة، يوم بيكون عندها وعي، تعلم، هدف، هي بتقدر تواجه اي شيء بتعرض له، ان كان بالبيت، خارج البيت، وين ما كان. كان تحدي كبير بالنسبة لي، وانا مع دائما بابا دائما كان بيقول لي الفنان الشامل هو اللي يعني بيعتمد على كل أدواته وعلى كل ما يمتلك. فنحن عندنا جسد، ليش ما عن جد بنحاول نتعرف عليه، بنحاول كيف نقدر نوصفه تماما بالمشاهد، صح؟ إن كان بجست ما معين ممكن أنت تعبر عن مونولوج طويل ممكن ما تقوله. فهي التجربة هيك الممتعة حقيقة، يعني أنا كثير مبسوطة فيها. نحن فعليا قداش المرأة بمجتمعنا من صغرى لهلا تعرضت لكثير مشاكل، تعرضت لأمور، في أمور ما قدرت تصرح عنها لأنه مخوفة من المجتمع، وفي أمور قدرت تصرح عنها لأنه كان في سند وراها ساعدها، التجأت لقصص معينة. قدين نحن بحاجة لهالرسائل اللي تصححت، أو اللي نحن قلنا قداش كانت غلط وقداش لازم تتصحح. بشوف يعني كنت عم بسعى دائما أنه تكون هاي الأسئلة حقيقة، كون عم بقدر انقلها من كل انثى موجودة، ان كانت عم تحضر او ان كانت بالمجتمع العربي موجودة. كنت عم حاول كون لسان كل انثى بأسئلتها، بطرح أسئلتها، بمفهومة للي عم بيصير، بليش ليش ليش ليش. بظن الأنثى فينا بهذا المجتمع هي دائما مكبلة ومقيدة. أنا بكره كلمة معاناة، بس هي دائما تواجه الصعوبات. الاستمرارية عندها هي حقيقة، حقيقة بطلة، يعني حقيقة بطلة ضمن هاي الظروف اللي عم بتصير. صعوبة بتجي على الشقين، الشق الحسي والأداء الحركي اللي يتوافقوا مع بعض. يعني ما كان في هاي الصعوبة لأنه كان في كونكشن كثير كبير بيني وبين الفنانة مروى، يعني عطتني كثير وزادت، يعني زادت كثير على معرفتي وخبرتي، وخاصة بالحالات الشعورية. فبس لا يعني كانت مو بهديك الصعوبة، قدرنا يعني نتغلب على التفاوت. قدمنا حالة هي بين الحواء وآدم.
العلاقة الإيجابية، العلاقة اللي كلها حب، اللي المختلفة عن بقية العلاقات، يعني فينا نقول العلاقات اللي فيها كتير ارتباك. ما بين هاد صح وهاد غلط، وعميل ولا تعمل عشنا. ما بين اللأ والإيه عشنا. شباب وصبايا درسوا وتعلموا وتثقفوا ليصححوا أغلاط كتيرة عرضت النساء لأمور كتيرة لا منطقية. فمثل ما بيقولوا، ما بين مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد. كانت إيف على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون. شكرا لحضوركم، عن جد شكرا لكم، وشكرا لهي المتابعة. يعني كثير نحن بنشوف حالنا بعالمنا السوري وما رحنا، وخاصة سما يعني. وشكرا لك يا ياسر. صباح الخيرات عن جديد. لما نقارن اللوك الشتوي أو حتى الخريفي باللوك الصيفي منلاقيه يمكن جامد شوي، وما في كتير هالأكسسوارات والإضافات المتنوعة يلي منقدر نعملها بالصيف. لهيك بفقرة اليوم رح نترافق سوا لنتعرف على لمسات أنيقة نقدر نضيفها للملابس الخريفية، وحتى كمان منقدر ندمج بين الستايل الرسمي وحتى الكاجوال. وكل هالتفاصيل رح ناخدها من ضيفتنا مصممة الأزياء نور رجب يلي انضمت لإلى رنا. يسعد صباحك نور. صباحك. تفضل يا رنا. شكرا كثير لإلك، يعني نور ونور اليوم معنا، شكرا أحلى من هيك. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يعني دائما هيك على بداية الخريف والشتوية، هلا بنعرف إنه الأسعار كثير غالية، فبيرجعوا هيك الصبايا بيفتحوا الخزانة بينزلوا الثياب ببلشوا يشوفوا شو عندهم. مبدئيا شو الشغلات يمكن تكون موجودة بخزانة الصبايا اليوم بيقدروا يستفيدوا منهم بالخريف والشتوية الجايين؟ تمام. هلا أول شيء عنا اللي كل سنة أساساً هو موجود يلي هو الجلد، يلي ما فينا أساساً نستغني عنه. يعني إذا عنده أي شيء جلد تماماً فوراً. إيه تماماً. بالنسبة بس في فكرة إنه صاير الجلد الأوفر سايز، يعني مثلاً إحنا متعودين على جاكيت الجلد الضيقة، هلا صار فينا نلبس الجاكيت الجلد الوسيعة أو الفنتج، خلينا نقول القديمة يلي كانت عند أهالينا، يعني مثل تماماً مثل هيدي الجاكيت يلي معنا. أنا أول ما وقفت هون على الطاولة قدام نور قلت لها يعني هذا الجاكيت بيذكرني بجواكيت أهلي عن جد. يعني هي هيك التخريمة إذا فينا نسميها، أو الطبعة اللي موجودة عليها، وحتى الكم النفخ مبين يمكن أكثر إنه الكم حتى منفوخ وهيك ستايل قديم. نرجع على القديم عن جد، يعني ستايل قديم صح مزبوط. يعني بنقدر هي الجاكيت نظبطها مع توب مع بدي اقول لك انه شو فينا نلبس مثلا تحتها. هلا هي الفكره اللي كانت عم تحكيها نور، انه ستايل الكاجوال والرسمي. يعني نحن مثلا لما بدنا نعمل هي الجاكيت انه مور كاجوال، ان هي اوريدي مالها كثير رسميه، مع انه الى ابت الجاكيت الرسميه. أوكي. فنحن بنلبس مثلا توب هاي نيك تمام قبه عاليه، بنلبس مع بوت رياضه جينز او حتى بنطلون قماش رسمي وبوت رياضه، فعليا مثل هلا كمان كثير دارج هذا الشيء لازم يكون عندنا المخطط تمام، انه هو اي براند مفروض، بس هو بنطلون مفروض يكون انه الرسمي الوسيع. خليني اقول شوي. ايه تمام. نقدر انه نحن نلبسه مو السكن السكن اللي على الارض، يعني لا لا أوكي. ابدا وايد بانس بسمون البناطلين الواسعه. هلا بالنسبه ل انه نحن بنقدر كمان نلبسه رسمي مثلا تمام، رسمي من قميص مع هيدي الجاكيت قميص ابيض مثلا او اي لون حتى فينا نختار معه تمام، بس اي لون كل شيء تمام، ومع اسكربينه هيك حتى انا لفتني نور عفوا الشوز اللي جايبتيه. الشوز هو منحسه رسمي وبنفس الوقت مريح، وحتى فيه نتفت كعب، فيه شويه كعب، يعني الصبايا اللي شوي هيك صار بيستفيدوا من هي الموضه. الفنتج كمان هذا رجع الفنتج اللوفرز بسموهم هدول، يعني نقدر نلبسه مع جرابات اذا نحن لابسين انه هيك في شوي يطلع الستايل هيك جرابات ملونه مثلا، كمان بنقدر نحن نضيفه. اكيد هذا لازم يكون صراحه كمان موجود عندنا. هلا
انا صراحه في موضه فلجتني يعني هيك بس فلجتني سلبا مو ايجابا انه عم يلبسوا مثلا مع الصندالات المفتوحه والسكربينات كمان شرابات ما بعرف هلا هي بنهايه يمكن موضه هلا في ناس بتتقبلها ناس متقبله انا هيك يعني اول ما شفتها هيك انصدمت يعني صراحه يمكن مع هدول اضبط شوي شوارع الموضه يلي بتكون يعني مثلا بميلان ونيويورك وهيك شو بيلبسوا على عروض الازياء صراحه ما بينحزر عليهم هيك يعني شو ما شرط انه يلبسوا بالواقع لا ما شرط انه يقلدهم ضروري يزبط اوكي خلينا بالجاكيت كونه حكينا على الجلد كمان هون كثير هلا عم يحكوا على الالوان تمام يعني قديش الالوان كمان هالخريف وهالشتاء هالخريف راجعين دارجين وضالين بالالوان يعني اصفر الالوان تمام الوان الصيف مكمله معنا للشتاء يعني بنفس الالوان اللي لبسناها بالصيف الاورنج الفوسفوري الاصفر الاحمر حتى كله موجود كله موجود هلا الشوف. لازم يكون عندنا تمام لازم يكون عندنا جاكيت او ترانش كوت انه بلون يعني نحن متعودين على الاوف وايت البني العادي لازم يكون عندنا لون هيك انه خلينا نقول صيفي او فاقع مثل ما عم نقول تمام يعني. نحن دائما بنروح بالشتاء اجمالا نور للمثلا البيج الاسود الابيض هلا فينا نلبس سارون هلا ففينا هيك نتجرأ شوي في بلون في شيء بدي اقوله مشان الالوان انه نحن بنقدر بقى نعمل ميكس يعني مثلا هي توب هي لون اخضر خليني اقول بنلبسها مع شيد او ظل غامق اوكي قميص انه هو غامق فوقه ففينا نعمل هذا الميكس بين نضل بستايل الخريف تماما تماما بس نعمل بين الميكس بين طب مثلا مع هدول شو فينا نلبس جينز مثلا جينز او بنطلون بيج مثلا يعني هذا كمان لازم يكون موجود البنطلون البيج اساسي كمان هذا السيزون يعني فمنقدر انه نحن ننسقها مع كثير فينا نعمله سبور شيك فينا نلبسه رسمي تماما نستفيد منه على حسب الستايل طيب هلا بنرجع بنكمل بالجواكيت بس انا هيك كنزات الصوف هيك نقطه ضعف يعني تجاههم وخصوصي هي اللي خلينا نقول النقشه ايه هي تبع الجبديل هيك بنحس خلاص هجم البرد لانه نحن بحس انه نحن ما عندنا خريف صراحه كثير عندنا ايه يعني اسبوع هيك فجاه نحن هلا فجاه على فكره هذا اخر اسبوع في منخفض فكنزه الصوف هي كثير اساسيه ان كانت هاي نك انه طبعا او اذا كانت او كانت قبل دوره لانه بنقدر نلبسها تحت قميص يعني نلبس تحت قميص او نلبس مشان الجاكيتس يعني بس الفكره انه هي لازم او حتى فينا نلبس تحت التنوره هذا الستايل كثير دارج كثير مهضوم هي مع الجرابات بيطلع حلو تماما اسمه الجراند مادر ستايل انه الجده أوكي. يعني انه نحن هلا عم نرجع لانه اشياء نرجع تماما هلا بتعرفي شو الحلو مثلا بهي الكنزه كونه باللبس مثلا تحت قميص الناس اللي مثلا تشتغل بشركات صح تمام بيطلب انه يلبس شيء فورمال فهنا بيقدروا يلبسوا القميص وفوقه هي الكنزه صح بيضلوا دافيانين بدون ما يلبسوا القميص على الحل طيب طوائي اي هلا الاكسسوارز هلا الكثير كثير كثير ترند هي الطاقيه انه هي كاسكيت البيسبول تمام تمام نلبسها مع اي جاكيت يعني اي جاكيت حتى مع الرسمي البليزرات كمان بتقلب بقى الستايل الفورمال لكاجوال يعني هيك بلمسه بسيطه بتقلبي بس تحطي هي الجاكيت وبوت مثلا خلص انت عفوا هي الطاقيه وبوت خلص انت عملتي بنروح للستايل الكاجوال وهي هلا البيري كمان كثير كمان ان يعني مثل كل الموسم بس كانه بالوان تماما بالوان كمان دارجه بس بالوان يعني اذا عندكم وحده بس مو لون جيبوا لون كمان مع الترانش كوت او حتى مع الجلد يعني تمام بتطلع حلوه تماما اكيد يعني بالوان يعني او فينا نحط هيك اذا جبنا يعني. خلينا نقول هيك مشان نساعد الصبايا اذا جبنا اذا في شيء ناقص عنا اذا جبنا هيك كم موضه خلينا نقول من الماست هاف يعني الاشياء الاساسيه بنقدر بقى مع الاغراض اللي عنا هيك نشكل فيهم صيفي شتوي يمشي الحال هذا الجزدان هذا من اول ما فتنا عم قلنا كلانو شو هذا الجزدان على ايش للهاند ميد تمام صوف كمان الشناتي الصوف كثير انه دارجه تمام فكمان فينا اذا الماما او التيتا بيشتغلوا صوف فبنقدر انه نحن نخليهم يعملوا لنا جزان لحتى نلبسه طبعا هاد مع الخشب يعني كمان كثير 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 انه دارج هذا الشيء يعني هلا الواحد هيك اذا بيشوفه اول شيء بيقول انه لا بس بعدين هلا بدها تصير موضه وكل العالم رح تحمل هي شايفه انه مع الدرجات تزبط ايه تمام تزبط مع كل شيء عن جد شايفه في نظارات ونظارات شمسيه النظارات الشيتس هلا هي فيها تايجر وفي شيتس الكريمي كمان كثير عاملين ميكس بين الاثنين تماما عاملين ميكس بين الاثنين لحتى كمان اذا جربيهم اوكي
كمان هن كثير دارج، شفنا فتره لابقين لي خلص ميرسي، درجوا فتره النظارات كثير الصغار الصغار يعني هلا شفنا بالصيف كثير ناس عم تجيب نظارات يا اللي كثير صغار يا اللي كثير كبار يا اللي كثير كبار يعني الاوفر بالجهتين. هلا هذا حبيته يكون هيك شتوي تمام ووسط بين الاثنين، انه في عالم بتحسي انه وشها صغير ما بيلبق لها كثير الكبير، والعكس يعني انه اذا كان وشها كثير صغير ما كمان ما بيلبق لها كثير هيك. طيب نحكي على اخر جاكيت معنا قبل ما هيك يخلص الوقت تبعنا، كمان هذا بنحسه ستايل الماما مو؟ ايه شوي يعني هيك عم بتخيل جاكيتات ماما نحن وصغار هيك نفس هي. هذا ترانش كوت مطري، ترانش كوت ايه تمام، بس الفكره بهذا انه هو موصوف يعني انا تقصدت تجيبه حسن عفوا فرو لحتى كمان انه الفرو هو كثير ترند يعني هي هلا هي الفرو بتنقام بتنحط ما بشكله، بس هاد مثلا فينا نشيله فينا اذا عندنا مثلا شيء شوي هيك طلعه رسميه من حته فينا بلاها. هاد بصير انه كمان الاوفر سايز الاوفر سايز وهذا اللون يعني انه عرفتي، فبنقدر معه هاد مثلا نلبس تحته اورنج نلبس تحته كل الالوان كمان بتلبق معه كل الالوان، اذا حطينا كاسكيت ولبسنا بوت كمان بيزبط صار كاجوال يعني تمام. يعني الحديث ما بيخلص نور عن هدول القصص، ميرسي لك على وجودك معنا وهيك على هيك الجوله السريعه على هالموضه. شكرا كثير لوجودك معنا، لكم اهلا فيك شرفتينا. صباح الخير عم جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي كانوا عم تابعونا قبل شوي، قطعنا الاكله وما كملناها، بقى هذا بالنصيب يحضركم مين اللي فاقوا هلا اللي فتحوا التلفزيون اللي اجت عندهم الكهرباء، ما عملنا شيء، شغلات كثير بسيطه وكثير سهله قطعتها وقررت اني ما اعمل شيء بغيابكم، لانه هاي الاكله اذا ما طبقت قدامكم ما رح تعرفوا كيف طبقت. هلا هون جبت لهي ورقه الزبده كما انتم شايفين وجعلكتها جعلكتها، يعني اساسا الاولاد عطوني يا حبيب قلبهم يجعلكوها، خليهم يجعلكونكم اياها وترجعوا لكم اياها. دهنت من تحت سمنه حطيتها هيك وكمان رجعت دهنت سمنه تمام. طيب هلا هي المرحله عنا خلصت، نقيمها على جنب حنشتغل فيها هلا، بس مشان احكي على السريع هون شو ساوي. هون الباستا انا سلقتها بزبديه ثانيه، حطيت كاسه حليب بيضتين ملح فلفل بابريكا وهدول هن حطيتهم خلطتهم كثير مع بعض وصاروا معي بهذا الشكل، بيضتين كاسه حليب وزيت زيتون تقريبا شيء ربع كاسه تقريبا، كمان حطيت يعني هي الدسم اللي انا فيها مثل ما انتم ملاحظين كلياتها تشبكت بالصوص اللي انا عملته. هلا شو رح نساوي؟ هنجيب البيركسه نرجع ونعود تتعذبنا شوي وكذا، بس بنغسل هلا يلا. هلا حقيم وحط نص الكميه همدت تمام هيك، انا بدي اياها تغمض لانه انا ما بدي اكثر من طبقه صغيره من تحت، بدي ارجع كبسها بعد اسويها هيك عشان تبين معكم. طبعا انا هلا كاد الاطراف كلياتها رح اقصها لانه ما بصير احطها بالفرن والا بتحترق، شايفين؟ بدي احاول كبسها قد ما فيني مشان تاخذ الشكل، يعني اذا انا ما كبستها شو بده يصير؟ ممكن هيك تصير تعطيني تعرجات، انا بدي احاول اعبيها كلها على الاطراف مشان لما نقلبها تعطي شكل واحد، ان شاء الله تطلع شكل واحد. اذا رجعتوا اخر شيء ولقيتوها مقطعه هي حاعطيكم سر تكون ما طلعت شكل واحد، لقيتوها شكل واحد معناتها شكل واحد. هلا هيك هلا شو بدي احط من النص؟ حقيمه هلا نرجع على جنب، حجيب هاي الزبديه. هون في عندي جبنه بيضاء نفس اللي بنستخدمها الجبنه للفطاير للمعكرونه بجبنه، حقيمه وضيفه. شو رح احط عليها؟ شوي من البقدونس طبعا غسلتهم
تحط لانه هي الجبنه اجباري شوي بتذوب يعني. بتكون كمان ضيفوا عليها قشوة بتطلع كمان لذيذة، ممكن تضيفوا عليها كمان قطعة زبدة، يعني دائما نحن بدول الأكلات دائما بنتفنن. أنا بس دائما بقول لكم بالحلو خلينا نكون نحاول على عيار نمشي، هي الكمية كافية. هلا حأرجع كمان مرة ثانية طبقة ثالثة من هي الباستا بهذا الشكل، وزعها على الداير، أهم شيء مثل ما قلت لكم نطرح. هلا انا هون شو رح ساوي؟ طبعا رح خلي الباستا على جنب، هي ما ضل غير انها تفوت على الفرن. هلا بس قبل ما فوتها على الفرن انا بس مشان الوقت ما حساوي شيء، بس حقصقص الاطراف وحطها بالفرن. تقريبا بدي احطها على حراره فرن يعني 200، ما بدي اكثر، واخبزها من فوق ومن تحت، وهيك بتكون صارت جاهزه. ويا رب اخر الحلقه تقلب معنا، يعني بتكون تقولوا مثل المقلوبه. هلا هي حنقيمها لانه ما ضل عنا كثير وقت ولسه في عنا باستا ثانيه، هي قيمناها على جنب. هلا حنروح على باستا تبع الصبايا، بما انه اليوم عيد العالمي للصبايا الحلوين، حنعمل نفاجئ ماما ونعمل لها باستا كثير لذيذه، كثير سهله، ما بدها كثير شغل. فتحنا هالبراد لقينا ماما عامله صوص البيتزا وجاهز، بنجيب صينيه مثل هي، حخليها هي على جنب. حصرًا من هي الباستا بدي اقول للسوبر ماركت بقول له هي اسمها بوري او بيقولوا لها ديربي احيانا، حنقيمها. أنا طبعاً كان ما رح أعملكم أكثر من وحدة لأنه وحشبكة، وهي ممكن تصير مثلاً لأعياد ميلاد أو تضحكوا عليها بالأولاد لو عملنا لكم غدا، يعني هيك بيقولوا لها باستا ستيك. بدنا نحاول نسرع شوي. مشان يسيخوا على بعض الجبنات. بس ودك تسحبيهم بتسحبي كل وحده واختها وبتطلع بقى هيك معي كل كل. اهم شيء انه الجبنه تشط وتمط، اذا ما شطت ما بيمشي الحال. هي فعلا احيانا عم تجي الجبنه ما عم تشط وتمط، بتجي مو ظريفه، بس هي لا ظريفه. سلام ايديكي يا اهلا وسهلا، شكرا كثير لك. يعني شهر تقريبا عم يفصلنا عن بطوله كاس العالم، هالبطوله اللي بيرافقها دائما مجموعه من المواقف والاحداث الطريفه اللي دائما بتلفت النظر، والواضح انه شكلها الاحداث بلشت من هلا. فضمن جولتنا المنوعه رح نتعرف على شاب سعودي قرر يروح سيرا على الاقدام لقطر لحتى يحضر فعاليات البطوله، وحتى كمان وثق رحلته كامله عبر السناب شات. تماما، ورح نشوف كمان رائده فضاء اخذت المبادره لحتى تجاوب على اسئله البنات الصغار عن الفضاء بمرافقة دمية باربي، صممت خصيصا لتشبه الرائدة. وأكيد في غير الكثير من الأخبار يلي رح نعرف تفاصيلها سوا. هي ساماثا كريستوفورتي لما طالب فتيات صغار تتراوح أعمارهم بين الـ 8 والـ 11 سنة لتجاوب على أسئلتهم عن الفضاء. ورافقتها بهالمهمة دمية باربي بتشبهها تماماً
وارتدوا ملابس الفضاء وسبحوا بحالة من انعدام الجاذبية. هاي المبادرة بتهدف لإلهام الفتيات لدخول مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومن الفضاء الخارجي لولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، خلال فعاليات يوم الذكاء الاصطناعي عرض إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا نموذج أولي للروبوت الشبيه بالإنسان أوبتيموس، وتوقع أنه رح تتمكن الشركة من صناعة ملايين النسخ عنه وبأقل من $20,000. وعرضت تسلا فيديو لأوبتيموس وهو عم يعمل مهام بسيطة. ومن أمريكا لفرنسا، وتحديداً بمدينة بوردو غرب البلاد، فخلال المهرجان الدولي للفنون شارك الفنان الهولندي تيا يانسن بإبداعاته يلي هي عبارة عن مجسمات اتخذت شكل حيوانات بتحركها وبتمشيها الرياح، وهالمجسمات مصنوعة من أنابيب البلاستيك المعاد تدويره. صباحكم خير، وصلنا معكم لفقرتنا الطبية. تناول الأدوية بأي طريقة عشوائية هو واحد من أبرز الأخطاء اللي بيرتكبوها الناس بشكل عام، لأنها بتخليهم تحت خطر العديد من المضاعفات السلبية اللي ممكن يكون أبرزها تداخلات الدوائية. تماما يا رنا، وبعض الأشخاص ممكن يعانوا من حساسية من أدوية معينة، والبعض الثاني ممكن يتناولوا نوعين من الدواء، لما يجتمعوا ممكن يعملوا حساسية وممكن توصل لبعض الحالات للوفاة. لنعرف أكثر عن مفهوم التداخلات الدوائية صارت معنا بالاستديو الصيدلانية الدكتورة هالة شاهين، المدرسة بكلية الصيدلة بجامعة دمشق. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، صباح الخير. كل المشاهدين، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. خلينا بداية نشرح شوي مصطلح التداخلات الدوائية، نسمع كثير فيه ويمكن في كثير أشخاص بيحذروا من هذا الموضوع، ولكن شو بنقصد فيه طبيا؟ التداخلات الدوائية هي لما بتأثر مادة ما على فعالية دواء، لما مندخلهم سوا إلى الجسم. هذا التأثير على فعالية الدواء قد يتظاهر بشكلين، إما أن يكون منسميه فعل تآزر، يعني المادتين بيقووا بعض، أو منسميه فعل تضاد، بمعنى أنه المادتين بيعاكسوا بعض بالتأثير. هلأ دائما مفهوم التداخلات الدوائية يفهم منه أنه هو دواء مع دواء، لكن الحقيقة ممكن يكون دواء مع دواء، وممكن يكون غذاء مع دواء. يعني نحن حتى مادة غذائية ممكن نكون عم ناخدها تعمل معنا تداخل دوائي مع دواء نحن عم نتناوله، وأحيانا حتى مرض مع دواء ممكن نحن ندخله تحت بند التداخلات الدوائية، لأنه كثير أحيانا بياخذ المريض دواء بيكون يتعارض مع مرض مزمن هو بيعاني منه. تماما، وفي كثير كمان من الأشخاص يلي بيعانوا من حساسية من بعض أنواع الأدوية، وبظن هي الحالة ما بتظهر إلا إذا عملوا اختبار، وإذا ما عملوا اختبار وأخذ النوع الدواء فإن شاء الله يعني بلكي بينفض أو ممكن بقى خطر. بيتعلم وبياخذ درس. رح ناخذ منك شو هي الأدوية اللي بتعمل حساسية لكثير من الأشخاص. هلأ خلينا نميز بداية الفرق ما بين الحساسية وما بين التداخلات الدوائية. تداخلات دوائية هي مواد أثرت على بعض الجسم ما له علاقة. الحساسية هو رد فعل من الجسم ما له علاقة بالدواء، رد فعل مناعي من الجسم تجاه المادة الدوائية اللي هو عم يتناولها. لذلك المفهومين مختلفين عن بعض. هلأ أبرز أنواع الأدوية اللي بتعمل حساسية، خليني أقول لك معلومة صغيرة، أنه كل الأدوية ممكن تعمل حساسية إذا الجسم عنده استعداد أو عنده تأهب عالي للحساسية. طبعاً أكيد في زمر دوائية هي معروفة إنه أكثر بتعمل، مثل على رأسها مضادات الالتهاب، على رأسهم البنسلين، أكيد كلنا بنعرف حساسية البنسلين. حتى مضادات الالتهاب بشكل عام العديد من أصنافها ممكن تشكل حساسية. فمثل ما تفضلتي بنعمل اختبار للمريض قبل ما يتناولها. هلأ أحياناً تحدث الحساسية
مو من أول مرة عم نتناول الدواء، أحياناً بيكون آخر الدواء مرة ومرتين وثلاثة والمرة الرابعة بيظهر معه حساسية. هون نحن دائماً بنطلب من المرضى قبل ما يتناولوا الدواء يقروا النشرة المرفقة، يعرفوا كل الأعراض اللي ممكن تشير إلى أنه هن يتحسسوا من الدواء، ودائماً عند استعماله للدواء يراقبوا نفسهم، هن حسوا بأي عرض غير واضح فوراً يبادروا لسؤال الطبيب ولازم أكيد يتوجهوا. طيب خلينا شوي نركز على هاي الأعراض دكتورة هالة، أنه فعلاً في أشخاص ممكن يصير معهم عرض معين وما يعرفوا أنه هذا الشيء مثلاً من الدواء اللي أخذوه أو لأنه صار معهم مشكلة معينة، شو أبرز الأعراض اللي ممكن تصير معهم وتظهر عليهم اللي بتدلنا أنه هو صار في مشكلة وفي تداخل دوائي؟ هلا بالتداخلات الدوائية، إذا عم نحكي تداخلات دوائية كل حالة تختلف عن الأخرى، لأنه أنا إذا بدنا نفوت بمجال التداخلات الدوائية فهو لبكرة ما منخلص بحر تماماً، لبكرة ما منخلص حكي. بس نحن حأعطيكي أمثلة بسيطة، نحن التداخلات الدوائية مثلاً لما بناخد حديد بيكون عندنا نقص بالحديد ونقص بالكالسيوم، أخذناهم مع بعض حنلاقي أنه نحن مع الاستعمال منرجع منعيد التحليل ما استفدنا من شيء لأنه بيتعارضوا مع بعضهم. فنحن دائما بس هو انه ما بيعطينا فائده، بس ما بيعمل مشكله ثانيه، ما بيعمل مشكله، انما نحن بنلاحظ نحن عم نستعمل لكن ما في اي تحسن بالمعدلات اللي عندنا، في فواصل بانه ناخذ تماما. المفروض انه نحن لما بناخذ حديد وكالسيوم نبعد بيناتهم على الاقل 3 إلى 4 ساعات، ونحن بنفضل ننصح المرضى انه مثلا خذ واحد منهم صباحا والثاني خذه ظهرا لحتى ما يكون في تقارب بيناتهم. على العكس إذا أنا عندي مريض عم يتناول الحديد وأخذ معه فيتامين سي على طول عم يستعمل فيتامين سي أو أي شيء حامضي، هنلاقي أنه الاستفادة بتكون سريعة كتير. إذا عمل التحليل بفترة كتير بسيطة حيلاقي أنه صار عنده ارتفاع فوراً وسريع بالحديد نتيجة التآزر يلي صار بين المفعولين. إذن تداخلات دوائية أنا ما فيني أتنبأ بالأعراض، تداخلات الدوائية هي ما بتظهر بأعراض مباشرة، بتظهر بأنه يا أما أنا ما بيكون عندي استفادة من الدواء أو أنا عندي مفعول كتير قوي. هاي منشوفها وقت ناخد مثلاً وارفارين، العالم يستخدم وارفارين اللي هو مميع للدم، ونجي ناخذ معه مضادات الالتهاب غير الاسترويدية مثل الأسبرين مثلا أو البروفين، هدول كمان في لهم مفعول مميع. هون منلاقي أنه صار في عنا حالة من تميع الدم شديدة. إذا أنا ما عندي أعراض مباشرة بقدر شوفها وقت التداخلات الدوائية، إنما الاستعمال المديد بينبهني أنه أنا الدوائين ما عم يتناسبوا مع بعض ولازم بعيد بيناتهم. إذا بدنا نحكي عن الحساسية، أعراض الحساسية تختلف. أعراض الحساسية تظهر غالباً بشكل كتير سريع بعد تناول الدواء، يعني خلال الساعة الأولى من تناول الدواء ممكن يبين عندي أنه أنا بلشت أتحسس من الدواء. أبرز الأعراض اللي بتظهر الشري اللي احنا نسميه الشري الحساسية، بنلاقي أنه فوراً ظهر بقع حمراء عم تحك كتير بالجلد، في ناس بيصير في عندها ارتفاع بدرجة الحرارة، في ناس بيصير عندها وذمة، بتلاقي وشه تنفخ. أحيانا هي الوذمة بتوصل لمراحل خطيرة أنه بيصير عندها وذمة حتى بالبلعوم، فممكن تسد له مجرى التنفس ويوصل إلى الاختناق. لذلك نحن بنقول أنه وقت بناخد الدواء خلينا يا جماعة صحيانين لأي عرض نحن بنشوفه على حالنا نحن مو متعودين عليه، لازم فورا اذا لاحظنا هيك شيء نسال الطبيب. تماما. طيب دكتوره، في حال الحساسيه الدوائيه اللي حضرتك ذكرتيها والاعراض اللي ممكن تظهر على المريض، بهي الحاله شو ممكن يتصرف؟ دائما لازم يلجا للمشفى، في حال ما قدر يلجا للمشفى شو الاشياء لازم يعملها؟ ممكن يشرب مي، ممكن يقوم ببعض الاسعافات الاوليه لنفسه، لانه انا بعرف كثير من الاشخاص انهم صارت معهم هي الحاله وصار في عندهم تضيق بالحنجره، ما عاد يقدروا ياخذوا نفس وما في حدا موجود يسعفهم، فهن بهي الحاله شو ممكن يقدموا لحالهم؟ لحلك شغلي، الحساسيه اذا كانت خفيفه ممكن هو يعالج حاله بالبيت، مثل ما قلتي شرب ما لحتى نحاول نطرد المادة بشكل خفيف تماما. لكن بالحالات القوية مثل ما قلنا انه لما بصير في وذمة بالبلعوم مثلا او بتصير احنا اللي بنسميها صدمة الطقق يعني هي صدمة مع هبوط ضغط شديد، هون لابد من ايجاد مسعف، يعني ما بصير لازم يكون في حدا معه بالمنزل مثلا او يتصل باقرب صديق له او باقرب مثلا اخته ابنه الى اخره ياخذوه للمشفى، لانه هون ساعتها التدخل لحتى نسعفه اجباري بده مشفى او بده عيادة طبيب، إبرة كورتيزون ربما وبيحتاجوا أحيانا حتى لوضع أكسجين. فنحن حسب حالة التحسس الدوائي اللي صارت عنا، لهيك نحن منقول إذا بلشتوا تحسوا بعرض من بدايتها ما تستنى، ما نستنى، يعني نحن دقيقة بهالحالة تلعب
بتلعب دور كثير كبير، مفيده لحياه لانقاذ الحياه. فبالتالي اي شيء نحن بنشوفه مبادره خلال الدقائق الاولى، وباذن الله ما حدا بيضر. كل الحساسيات الدوائيه تحتاج الى كورتيزونات؟ لا لا، بس عم بقول لك هلا احيانا اذا بس اقتصرت القصه على شرب بسيط ممكن تنحل بشرب الماء، واكيد بدنا نوقف الدواء تماما وما نعود ناخذه مرات ثانيه. الزمر الدوائيه الكورتيزون برجع بقول لك وقت بيكون طفح كثير شديد وزمه، نحن بنشوف ناس احيانا حساسيه دوائيه وزمه الجسم كله توزم، هذا بنخاف منها لانه هي معناتها رح يكون في تاثير على اجهزه الجسم. فلما بيكون الوزمه كثير شديده ممكن مثل ما قلنا صدمه التأق كثير شديده، اكيد هون بده كورتيزون وبده اسعافات ثانيه، بده اسعاف حتى يمشي حال. طيب دكتوره هلا كمان ذكرتي نقطه كثير مهمه على موضوع الناس اللي بتاخذ ادويه مزمنه مثل مثلا مرضى الضغط السكري الكبار بالسن، بيكون عندهم بنعرف هيك الصبح والمساء وبكل النهار بيكون علبة في ادويه بيكون عن جد يعني بيكون في كميات ادويه كبيره صحيح. عم ياخذوها المشكله هدول الاشخاص وقت يتعرضوا لاي هيك عرض زايد خلينا نقول ممكن رشح ممكن اي مرض هيك خفيف، ولكن كمان بده ينضاف ادويه للادويه اللي هن عم ياخذوها، شو الشيء اللي لازم يتاخذ بعين الاعتبار مع هدول الاشخاص؟ اهم شغله قبل ما ياخذوا اول شيء اهم شغله ما ياخذوا دواء من حالهم، هيدي لا من حالهم ولا مثلا ابنه يتبرع ويوصف له دواء والى اخره. اهم شغله الاشخاص اللي بيعانوا من امراض مزمنه وبياخذوا كميات من الدواء ما يضيفوا عليهم دواء ثاني الا يكون باستشاره طبيب. وقت بده يروح يستشير طبيب نحن دائما بننصحهم يا جماعه خذوا معكم الادويه اللي انتم عم تاخذوها وخلي الطبيب تحفظوا العيارات اللي عم تاخذوها. تمام، لا لا مو يحفظها، ياخذ العلبه مثل ما هي ويقول له للطبيب انا بستعمل كذا وكذا وكذا، لانه الطبيب هو ما رح يقدر يتنبا بالقصه اذا ما هو عارفان المريض هو شو عم ياخذ دواء. فبالتالي قبل ما يستعمل اي دواء او قبل ما الطبيب يوصف له اي دواء يورجيه كل اصناف الادويه اللي هو عم ياخذها لحتى الطبيب يعرف يقدر يوصف له دواء ما يتعارض مع الادويه اللي هو عم يستعملها. تماما دكتوره، ممكن كثير من الاشخاص اللي عم يحضرونا عم يسالوا حالهم انه انا كيف بدي اعرف شو الماده يلي انا جسمي بيتحسس منها؟ ما بيعرف للتجربه ابدا لا يجرب للاسف لانه نفس الدواء اللي بيسبب حساسيه بتعطيه لعشر اشخاص يمكن اثنين يتحسسوا ثمانيه لا. نفس الشخص ممكن يستعمل الدواء مره ومرتين وثلاثه ما يصير شيء. انا يعني حاحكي لك شغله بسيطه، هلا بشتاء انا بستخدم يعني عندي مشاكل معده بستخدم اوميبرازول وريدي، صرت اخذته يمكن ثلاث مرات، المره الرابعه خلال الشتاء وصلت للموت ورجعت عمل لي حاله من التحسس. اذا نحن ما فينا نتنبا، لهيك عم بقول لك انه نحن دائما المفروض اختبار. اول شيء اجراء اختبار التحسس، ظهر معنا حاله تحسس ما نقعد نقرب عليه للدواء، بعدين نحن عم ناخذ دواء لو عم ناخذه للمره الالف يا جماعه خلينا منتبهين لاي عرض جديد نحن عم نحس فيه ما لنا متعودين عليه. يعني كل واحد فينا بيعرف دوزان جسمه مثل ما بيقولوا صحيح. بيعرف هو شو الشيء الجديد اللي حاسس فيه اليوم، بحس حاله مخربط، بحس حاله مثلا توزم حك الى اخره، صار معه هبوط ضغط دايخ، ما تتساهلوا بالقصة فورا نلجأ ما تستهجوا بالقصة أبدا. أي كمان أي. دكتورة ذكرتي موضوع الغذاء والدواء مع طبعا. بعض انه احد انواع التداخلات الدوائية هي هي، شو ابرز الاشياء اللي ممكن تعمل فعلا رد فعل عند الشخص اغذية معينة مع دواء معين؟ تمام، خلينا نحكي عن الاغذية اللي هي اكثر شيء شائعة. الشاي مثلا نحن وقت بناخده بكون عندنا نقص بالحديد وعم نتعالج بالحديد، الشاي نحن بنسميه خالب للحديد، يعني بيرتبط فيه وبيطالعوا معه فما بنستفيد منه، لذلك دائما الاشخاص اللي عم تتعالج بالحديد من قلن خففوا شرب شاي او بعدوا ما بين الشاي وما بين الحديد. برجع بكرر على فكره الحديد مع كل شيء حامضي، يعني حديد يفضل انه ناخذ معه عصير ليمون لحتى نستفيد بشكل اكبر منه، وهي يمكن ما بعرف اهالينا القدامى ما بعرف اذا عرفوا هالقصه هن بالفتره، كل الاكل بالمطبخ السوري اللي محتوي على نسبه عاليه من الحديد نحن بنعصر له ليمون، خصوصي الحديد النباتي يعني العدس السلق هيدي كلياتها نحن بنحط لها ليمون صح. فهو يمكن هن حسوا انه القصه عم يستفيدوا منها اكثر، فاذا لما بناخذ حديد نضيف معه اي شيء حامضي، عصير ليمون عصير برتقال، لانه هذا بيزيد من الاستفاده منه. على العكس لما نحن عم ناخذ مميعات للدم نخفف من الخضروات الورقية، سبانخ هلا موسم خضروات ورقية سبانخ وإلى آخره، لأنه هي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين كاف يلي هو أيضا مميع للدم. فهون رح يصير عندي زيادة بحالة التميع، فينصح أنه نحن إذا عم ناخذ مميعات ما ناخذ خضروات ورقية منها. لما عم نتعالج الحديد نرجع للحديد ما ناخذ معه مشتقات الألبان والأجبان، لأنه مثل ما قلنا محتوية على تركيز عالي من الكالسيوم والكالسيوم بيتعارض مع الحديد،
فبالتالي نبعدهم عن بعض لحتى نقدر نستفيد من الحديد اللي احنا عم ناخده. يعني معلو الثوم قديش الثوم هو مفيد لصحة القلب، لكن وجدوا انه هو ممكن يأثر على استقلاب السكر وممكن شوي يرفع السكر بالدم. فأيضا نحن اي ثوم تماما، معناته اللي عند مريض السكري ما لازم يقرب الثوم، يعني ممكن ياكل ثوم بس ما يكتر لانه هذا ممكن يأثر على تركيز السكر عنده. وشو بدنا نحكي كثير اشياء بدنا نحكيها، مثلا ابرز الامثله يعني السيتامول، كلها عم ناخذ سيتامول، ما في بيت بيخلى من السيتامول، ما في شخص ما بياخذ سيتامول. دائما نحن اذا بتعرفي حتى بالعاميه بنقول له خذ معه فنجان قهوه، لانه الكافيين نحن وقت بنضيفه مع السيتامول يزيد من الحاله، بصير في تآزر بالمفعول بيناتهم، فبالتالي بنحصل على مفعول مسكن اكثر. الاشخاص يلي في عندهم مثلا قرحه معديه، مثل ما بنمنعهم عن تناول الحوامض والقصص، بنمنعهم عن تناول مضادات التهاب غير استيرويديه لانه هي رافعه شديده لحموضه الوسط الهضمي، فممكن تزيد القرحه سوءا. كثير قصص اذا بدنا نحكي لبحر ما بنخلص، بس هي ابرز الاسئله اكيد من هذا الحديث. يعني معلومات كثير مهمه اخذناها منك دكتوره، ان شاء الله الاشخاص اللي عم يحضرونا يكونوا استفادوا. شكرا لوجودك، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، صباح الخير، شرفتينا، اهلا وسهلا فيك. هيك يعني بما انه لساتنا بالاجواء هيك الصحيه والطبيه، رح نروح نحن وياكم لدقائق من رياضه الصباح. صباح الخير، انا كوتش منال المصري. اليوم رح نشتغل تمرين تزيد من قوه وتحمل عضلات الكور عنا. طبعا ضعف عضلات الكور حيعمل لنا ضعف بالمرونه بجسمنا، بالاضافه انه هو رح يبين عنا القوام انه تعبان، ما عم نقدر نوقف بشكل انه جسمنا شادد، حتحس انه في ضعف كامل بالوقفه تبعتنا. فهدول التمارين حيساعدونا كثير انه احنا بنجلس واحنا ماشيين، واحنا واقفين بحسن من مشيتنا، من وقفتنا، من قعدتنا حتى بوقت الشغل. فالتمارين رح نبداها من ارض اليوم. رح نبتدي بالتمرين الاول. طبعا اكيد لازم نحن ننتبه كبدايه انه نشتغل بلا اوزان، مع الوقت كل ما تقوي عضلات البطن عندنا بنصير نستعمل وزن. التمرين الاول حناخذ فيه بليت، حنطلع فوق مع بليت، ننزل تحت، نرجع نطلع فوق، شد، ننزل تحت، مره مع بليت نركب من الارض، ومره نطلع فيها فوق. 1 2 3 4 5 6 7 عند أخيرة 8. فينا نبدأ كمبتدئين 8 عدات، ومع الوقت نزيد عداتنا ليصلوا ل 12 أو 15 عدة. التمرين الثاني حناخذ بليت ثابته فوق، ما بتتحرك، بتجينا اثنين من فوق، حنعمل سيزرز، بتجينا اثنين فوق وتحت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي التمرين الثالث بدنا اثنين من راسنا، حنعمل كرانشز بايسيكل، حنعمل رجل فرد والثانية بندق كور ركبة سوا عكس بعض. 1 2 من غير ما نحرك فوق، ثبات راسنا من عضلات البطن والمعدة عم تتحرك. 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 اخر عدة 5. تمرين الكرانشز التقليدي، ايدينا اثنين، طبعا هي افضل طريقة بيكون التمرين عم يستهدف فيه عضلات بطننا. ايدينا ثبات، راسنا فوق، تمام. لما بنطلع بنطلع كأنه عم نطلع بعضلات بفقرات ظهرنا، فقرة فقرة لفوق، تمام. وايدينا ثبات بهالطريقة، بنكون احنا عم نستهدف عضلات الكور بشكل كتير منيح. نطلع فوق، فضي نفس، ناخذ نفس بالنزله فوق، نفضي كمان فوق، نفس
سنتين لفوق لتحت متفضل تحت. كل تمرين 8 مرات، مبتدئين متقدمين 12، اكثر متقدمين 15 في 3 مجموعات. هذا كان تمرين اليوم، يعطيكم العافيه، بشوفكم بحلقه جديده. ابراجنا وحظوظنا وشو مخبي لنا الفلك لليوم، نجلاء اباني رح تخبرنا. يسعد صباحك يا نجلاء. صباح الخير. صباح الخير يا رنا، صباح الخير للجميع، ضلوا بخير وايامكم سعيده. اليوم 11 اكتوبر تشرين الاول، تمنياتي للجميع بالخير. كواكبنا ما زالت في اماكنها، ظل عطارد متقدما، كوكب السفر والاوراق الى جانب الزهره للحب والعواطف، الى جانب الشمس للقرارات. هي نجم طبعا وليست كوكب، كوكب يعني نجم يدور حوله الكواكب. 3 في برج الميزان، عامل بعض المضايقات لمولود برج الحمل، سرطان الجدي، بس بلشت امور مولود برج الميزان تتحسن، الجوزاء يتحسن، وبالتاكيد برج الدلو اموره باشا للتحسن، خاصه عاطفيا، للتحسن العاطفي والتحسن العملي. طبعا اضافه الى برج العذراء وبرج الاسد. المريخ ما زال متقدما في برج الجوزاء، يعني لسه عامل بعض المضايقات للعذراء، للقوس، للحوت، اضافه الى برج السرطان والجوزاء. هالخمس ابراج لازم ينتبهوا على صحتهم الجسديه، والاهم صحتهم النفسيه، لانه مو بس جسديا، القصه كثير لها علاقه بالامور النفسيه، اللي انا ضايق خلقي، ماني مبسوط، ماني مرتاح، مستاء، عدائي قليلا، يعني هاي الامور ممكن ترافق هالخمس ابراج. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم غالبا عم بيناقش بعض الامور الماليه، والحقيقه بوجود الزهره في برج الميزان ما هو بخلي امورك العاطفيه تعتبر الافضل، بالعكس انت من الاشخاص اللي بيتمتعوا بالرفاهيه لالهم ولمن حولهم، بس نصيحتي لك انك تحسب مصروفك ودخلك هاي الفترات، كل انك تكره القروض والمساعدات، والحقيقه الوضع مهتز قليلا، والمشاكل حواليك عم تخليك تصرف اكثر مما يجب. مولود برج الثور اليوم ممكن تكون امور اسريه جيده، عم تحمل لك افراح في امور العلاقه بظروف مناسبه، حاول تكون تحسن علاقاتك بمن حولك، اليوم مناسب لتشعر بالثقه بالنفس، ليكون حواليك هاله بالجاذبيه، ولتهتم بمظهرك ومعنوياتك. الامر ببرجك، هذا هو الطبيعي، يعني عموما لتكون متفائل ولتركز على عواطفك الشخصيه وتحسن علاقاتك بالاخرين. مولود برج الجوزاء اليوم عم تواجهه بعض الضغوطات، وانا انصحك انك تتبع حدسك، تتبع قلبك باللي بيقوله عليه، يعني اليوم يوم فيه عتب، او ممكن تعتذر اذا اخطات، او في بعض التاجيل، او سوء تفاهم محتمل مع الاخرين، او نقاشاتك حاده على الغالب. هلا تبدو قلقا مولود برج الجوزاء، او تشعر ببعض السلبيه. مولود برج السرطان تسعدك حفله مناسبه، زياره، اصدقاء، زملاء، خبرات جديده، دعوات او اعجاب. يوم اجتماعي بامتياز، ويمكن قاعد عم تناقش شغله تخص فرح عائلي. بالمجمل نشيط مولود برج السرطان بهي الايام، وعم تستمتع بمحبه المحيط. برج الاسد انت اللي كرهان حالك، وخفف من التحديات. في حدا عم بيضايقك؟ ايه. في حدا ممكن يكون عم بيحط من قدرك او عم بيسالك؟ ايه وارد. بس انه في شيء سيء؟ لا، هذا المانو وارد. شيء بيمرق، قصدي يعني بعض المضايقات اللي بتمرق، بس اليوم انت سريع التاثر اكثر مما يجب، وممكن يكون في صدامات او مضايقات، او في حدا عم بيصر على انه يظلمك بشي قضيه. هلا انا برايي بدك شويه هدوء وشويه لطف، لانه ما في شيء سيء. عزيزنا مولود برج العذراء، الامور اليوم جيده لتزدهر الاتصالات والحوارات، لتحاول اصلاح بعض الامور، لتاثر بمحيطك، محيط داعم اليوم حواليه مولود برج العذراء، وفي عندك نوع من انواع الايجابيات، يمكن سببها مساعدات من الاخرين، يمكن سببها تطور ملموس على صعيد صداقاتك، علاقاتك. اليوم يوم جيد بالنسبة لك، يوم مبشر بالمساعدات حتى لمولود برج الميزان، أحد الأيام الأفضل لتحلل، لتبحث، لتطور حياتك، لتقدم مساعدات،
أو تتلقى مساعدات أو يكون عندك في مديح يفرحك. هلا أنا أنصحك بالنقاشات لأنه هاي الأيام أيام جيدة لك. ثلاث كواكب أساسية ببرجك وهي الكواكب الأقرب إلى الأرض اللي أحيانا ممكن نشوفها بالعين المجردة، لذلك حواليك تشجيع أو إعجاب. مولود برج العقرب عم ينتابك الضيق من بعض التصرفات غير المنطقية الموجودة حواليك. ما بعرف، في صعوبة بالتواصل مع الآخرين، ممكن يكون في إزعاج من كلمة جارحة، ممكن خلاف أو كأنك مانك راضي عما يحصل أو عم تحاول تقنع الطرف الآخر بوجهة نظرك بس بعصبية. العصبية اليوم غير مفيدة إطلاقا بالنسبة لك، ولا رح تأخذ منا نتائج، وخاصة أنه تصبح جارحا أكثر حين تعصب أو وقت تتضايق. اليوم يوم فيه 100,000 قصة شغلته لمولود برج القوس. يوم فيه أوجد لنفسك وقت راحة وقبال الناس مثل ما هنن، لأنه غالبا أنت من الأشخاص اللي بينسوا نفسهم هنن عم يشتغلوا. اليوم فيه شغل كتير، في شيء بتقدر تستغني عنه، التوازن لازمك. الحقيقة أنا بعتبر برج القوس عنده 4-5 أيام فيه نوع من أنواع الضغط، لازم تنهي أعمالك لأنه التزاماتك كتيرة، وانتبه صحياً هالأربع-خمس أيام كلها. عزيزنا مولود برج القوس، مو القوس الجدي، اليوم الأمور بالنسبة له إيجابية، عم ترتب أوراق أعمال أولويات، حواليك نوع من أنواع البرمجة العقلية لترتب أمورك لتدخل حوارات يمكن تطلع منها بالنتائج أو تبتعد عن الشجارات. غالباً أنت مسموع الصوت، معتمد على ابتسامتك تفاؤلك، في حواليك هدوء، في حواليك ثقة. مولود الدلو أنت اللي مانك مرتاح، وما بعرف قد العمل بتوتره هو اللي لهي الأيام عم بيضايقك، بس بالتأكيد ما تدخل بتماس مباشر اليوم مع الآخرين أو مع الناس حواليك. ما بعرف قد رح تقدر تلتزم بنصائحي، بس حاول تبتعد اليوم قدر المستطاع عن الناس. يعني ما بعرف إذا بتقدر تعتزل شوي، لأنه أصلاً أنت واقف على دائرة، أنت كائن هوائي عصبي، ممكن كلمة تشعل لك نارك وتبدو اليوم مستعجلاً وعصبياً، مما يجعلك تتشاجر مع من حولك. الحوت اليوم الأمور جيدة، فيها تفاؤل، فيها نشاط، فيها إنجاز، يمكن علاقات شخصية عائلية، يمكن تغييرات، يمكن بداية جديدة، يمكن عم تنسى مضايقاتك، عم بتباشر عمل. اليوم ممكن تنفتح لك أبواب من السعادة، وفي عندك ارتياح، تفاؤل أو ثقة بالنفس. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 11، واتمنى له السعادة. الكائن الذي يتكلم فتصغي له، حديثه حلو منفتح حضاري، ليس عنيدا، قابل للنقاش، مرن نشيط، يعني عصبي شوي طبعا ومنفعل، لكنه لا يستعمل العنف. من الأشخاص اللي بتلاقيهم هيك عصبيين بينهم وبين حالهم بكلامهم، لأنه هو بيحب الحفلات، بيحب الناس، بيحب الضحك، يمل الناس الأغبياء، يستطيع أن يفتح مشروع مع أحد لأنه الأكثر قدرة على الشراكة. من الأشخاص اللي عندهم سوء ظن شوي بالآخرين، وهي أنا دايما بعتبرها قصة جيدة للميزان وليست سيئة، لأنه المشهور بطيبته عموما. مساعدات معنوية يمكن بالنسبة لك أو حتى مالية، أن أوان التصحيح. ما بعرف إذا المتبقي من السنة لقرض أو لنقاش ببيع أو شراء أو قصص العلاقة بالمال، بس غالبا أنت بالأشهر الأفضل للارتباط تثبت وجودك وتشعر أنك مهم. السنة لك أنا بعتبرها سنة إيجابية وجيدة جدا، كما يكون كثير بالمال. يعني عائشة عم تسألني على 18-45 يسعد أوقاتكم. عائشة كان لازم تبعتي لي مواليد زوجك، كونك عم تسأليني كأنه يعني بينك وبين حدا، أو يعني ما بعتي لي غير مواليد وحدة، ما بعتي لي غير مواليد وحدة، بس الأمور جيدة بالنسبة لك أنت على كل الأحوال على الصعيد العاطفي، حظوظك بالمجمل مساعدة. فاطمة بنت سناء يسعد أوقاتك يا فاطمة. فاطمة ما كتير مرتاحة، ورح تضلها هي القصة ل 12، يعني أنا بعتبر لسه هاد شهر جيد ما نو سيء. الشهر القادم 11 هو اللي رح يكون متعب، 12 ترجع بتجيك الراحة بقى، وبتبلش سنة بتاخد العقل، سنة تعويضية عن هاي السنة اللي لا كانت سيئة ولا كانت الأفضل، ما فيها شيء،
سنة فارغة. حنان بنت باسمة مولدة 88. يعني المشكلة إذا مادياً فالأمور ليست الأفضل يا حنان، وأنا بظن ولا حتى معنوياً. يعني أنت صايرة ضيقت الخلق، نافذة الصبر، ما نعاجبك العجب، هو أنتوا هذا طبعكم يعني على كل، بس هاي فترات زايد هذا الطبع شوي. بس عاطفياً وارد جداً يكون في تغيير عاطفي، وارد جداً طبعاً إذا أراد رب العالمين، بس حظوظك مساعدة جداً. أمل بنت سحر، لوقاتك يا أمل. أمل ما بظن هاي السنة للتغييرات، تغييرات ممكن تكون صيفية العام القادم، ربيع وصيف العام القادم. طبعاً عم بحكي عن تغيير أساسي وليس عن بداية جديدة. بداية جديدة ممكن بأي لحظة، بيوم جميل مثلاً. شاهد بنت حنان، ماني خايفة عليك السنة الجاي، سنة جيدة عموماً بالنسبة لك يا شاهد، بس دايماً مواضيع البكالوريا يعني أنت بتعرفي بدها دراسة وبدها بذل جهود. ياسين الجندي، في عندك قصة عائلية مكركبة يا ياسين، ما بعرف إذا عم تفكر بسفر، بس أنا برأيي هالفترات شوي مكركب، ما رح تكون مرتاح قبل الشهر 12 على الغالب وما بعد. ها ممكن تبلش الأمور شوي تتحسن، الأمور هاي الفترات ما كتير كتير الأريح. هلأ الشهر القادم والبعده أفضل. يوسف عم بيسألني عن أموره العاطفية، أنا ما بظن في شيء عاطفي يعني كتير واو، ممكن يكون بداية جديدة يا يوسف، بس لا أمورك العاطفية ولا الشخصية العائلية الأرتب في هاي الفترات. هلأ يمكن بال11 و12 أفضل رح يكون من هذا الشهر بالتأكيد. منار عم تسألني مع محمود، إحدى العلاقات الأفضل يا منار، رغم أنه هاي الفترات ما كتير مبسوطي، جوز أنت اللي مانك مرتاحة بهاي الفترات وعم تخترعي مشاكل. إذا بدك منار لا تزعلي من هاي القصة، لأنه في شيء من هاد، أنت صايرة عصبية وما متحملة حدا، بس إحدى العلاقات الأفضل والمتبقي من السنة أنا بعتبره جيد، بس بظن مو قبل 12 حتى نحكي بأنه ترتاحي، لأنه هالشهر متعب لك، الشهر الجاي أريح. بيكون جوزك تعب بقى، يعني زوجك الشهر القادم ما أنه مرتاح، بدك لـ12 اتنيناتكم. محمود عموري، سدى وقاتك يا محمود، سنة جيدة تعتبر بالنسبة لك، لكن ليس للمال، للعمل والعواطف يا عموري. أما الأمور المالية في الست شهور كلها القادمة أنا ما بعتبرها كثير الأفضل، فخفف صرف، راح يخفف صرف قدر المستطاع. يجعل أيامكم سعيدة وأيامك يا نجلة. يسعد صباحك. صباحك يسعد صباحك. رح نروح نحن وياكم لعند الشيف تهامة ونشوف شو صار بأكلة. يا صباح الخير عن جديد لكل اللي ناطرين يشوفوا شكل هدول الستيكات. شوفوا شو لذيذين، شو مهضومين، هلا طلعتهم من الفرن. يعني طبعا انا هاي ممتازه اموره، وارجوكم كيف ممكن تحطوها بصحن تقديم اذا لحقتوا تحطوها بصحن تقديم اذا قدرتوا. بهذا الشكل، يا سلام. هنحط بس ثلاثه، واحده الي وواحدة لنور وواحدة لنا. شو رأيكم فيها يا صبايا؟ ظريفة شكرا. هي حسرا بدها تحت سلوفان صح؟ مو مثلا ورق زيت. مدهنة شوي السلوفان نقطة زيت يفضل. وشو في ستيكات هيك صاروا بينوا معاكم؟ هي كثير ظريفة لمثلا هيك عزيمة هيك لعنا. هيك تاخذيها هيك تقديمها كثير حلوة، طريقة التقديم يعني هيك دغري وتبلشي هيك فورا. شفتي شو لذيذة، أنا حبيتها. هلا حنجي لهي الباستا. هلا هي لازم تبرد لحتى نقلبها أوكي. لأنه إذا هلا هي مثلا سخنة وقلبتيها بدها شوي لتبرد مشان الصوص تبعها يمسك، بس أنا ما حقلبها، بس هحاول ورجيكم من جوا كيف صارت. بس هي أصولها إنه نقلبها، يعني ستات البيوت إذا بدكم تعملوها حاولوا أنتوا تقلبوها قلب، وحتى ليكا تحمصت تمام. يا سلام بهذا الشكل. طبعا هلا لما بدها تنقلب بس شوف طعمتها وريحتها بتجنن، كثير ظريفه. لاحظتوا كيف بدها تقلب معكم مثل الكيكه بس تبرد هيك. بس نحن دائما ملحوقين بالهواء، بتمنى يكون في وقت اكثر لحتى نتفنن اكثر، بس يعني الحمد لله ان شاء الله يا رب يكون عم نقدم اطباق ترضي الجميع. وشكرا لك يا شيخ على فطور كثير طيب.
على فطور. بدنا نعمل هيك شيء شيء سلطة مقدوس وشيء سلطة زيتون وشيء سلطة. لا تجوعينا شيء مو ناقص. مع كاسة شاي هيك أكرك عجاء يا سلام. غير شكلي يعطيك ألف عافية. شكرا لكم يا رب. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا ولمتابعتكم اليومية لنا. إن شاء الله حلقة اليوم بكل عناوينها وأفكارها وتقاريرها تكون عجبتكم. أكيد نلقاكم بكرة بموعد جديد. تبقوا بألف خير.